بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. هذا ما يردده الشعب المغربي اليوم. الرد اللي اعطيتينا بينه وبين الواقع سنوات الضياع. أذكرك السيد الوزير أن صاحب الجلالة بغى الشعب يعيش عيشة كريمة، والعيش الكريم يبدأ من صحة المواطن، في حين أن المستشفيات كتنعدم فيها كل شروط السلامة، الآليات خاسرة، قلة الأطر الطبية، الناس تتعاني أمراض خطيرة وخصها تستنى الموعد على عام وعامين. هادشي اللي عنده الزهر، اللي ما عندوش الزهر يمشي يموت. الأدوية من عدمة في المستشفيات، مرضى السكري كيمشيو للسبيطارات ما كيلقاوش الأنسولين. قبضتوا وحيدتوا الراميد بلا ما تعلموا الناس، بلا ما توجدوا لهم البديل. بارك ما تستحمروا الشعب. الشعب المغربي اليوم واعي وذكي لدرجة أن ذكائه يفوق ذكاء الحكومة. شنو وجدتوا ال 22 مليون اللي داخلة فرش الحماية الاجتماعية؟ علما ان الطاقه الاستيعابيه للمنظومه الصحيه لا تستوعب حتى المليون مريض. وشكرا.